ولنقاش تفاصيل الملف السوري ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية المحلل العسكري اللواء محمود علي. أهلا بكم سيدي. أهلا مرحبا بك، تحية لك ولمتابعيكم الكرام. سيادة اللواء، انطلاقا من تظاهرات أهالي منبج وريفها ضد عمليات تجنيد القصر المفروض من قبل ميليشيا قسد، كيف يفسر إصرار قسد على تجنيد المدنيين للقتال في صفوفها؟ يعني بداية نستطيع أن نقول أن قسد هي الوجه الآخر للنظام السوري، لأنه قسد بالأساس هي أحد أدوات النظام، هذا من حيث المبدأ. اثنين، هنالك في العقيدة القتالية لمجموعات قسد أنهم يحاولون تجنيد أبناء العشائر أو أبناء البلد الموجودين فيها حتى لا يكونوا مضحين بعناصرهم الأساسيين من الذين يتعاملون مع قسد، بمعنى أن قسد لديها مجموعات كبيرة، جزء منهم من أبناء الكرد الذين شذوا عن بني جلدتهم الأكراد الموجودين في سوريا، هم شريحة متمثلة في الشعب السوري، وأيضا كانوا من الذين انطلقوا ضد النظام في بداية الثورة، ولكن مجموعة قسد معروف هي مجموعة ناشزة عن أبناء الكرد المتواجدين على الساحة السورية، وهم يعملون كأداة لأي كان، بدءا من الأمريكيين وانتهاءا بالنظام السوري. هنا قد تحدث اشتباكات مستقبلية بين جماعة قسد وجماعة البيكيكي نتيجة ظروف معينة، خلافات داخلية على موضوع الأهداف المرسومة لكلا الجانبين، وقسد تحاول تجنيد أبناء المنطقة المتواجدة فيها بالقصر وبالقوة وبالتهديد والضغط والاستفزاز من أجل زجهم في المعارك، وفيما إذا تم خسارات بشرية تكون من أبناء هذه العشائر وليس من مقاتلي قسد الأساسيين. نبقى في شأن الأمني سيادة اللواء، المعذرة على المقاطعة لضيق الوقت. كانت قوات الاحتلال دمرت موقعا عسكريا لقوات النظام في سياج الحدود مع الجولان المحتل، كيف يفسر تعامل النظام مع مثل هذه العمليات المتواصلة التي تنتهك الأمن والسيادة؟ يعني بعجالة سريعة نستطيع أن نقول أن نظام الأسد، إن كان الأسد الأب أو نظام بشار الأسد، قبل الثورة وبعد الثورة إسرائيل تقوم بانتهاكات متكررة للأراضي السورية، وتقوم بقصف مواقع واستعراض عضلات واستفزازات، كما حدث في عام 2005 عندما قام الطيران الحربي الإسرائيلي بجولة فوق المحافظات السورية، ومنها قصر بشار الأسد الذي كان يتواجد فيه في حينه، ووسائط الدفاع الجوي والقوى الجوية لم تستطع اكتشاف تلك الأهداف التي استعرضت سلاحها في سوريا إلا بعد مغادرة الطيران، وقال سنرد في الوقت المناسب، وقصفت عين الصاحب من قبل الطيران الإسرائيلي، وقال حين حافظ أسد سنرد في الوقت المناسب، وهكذا دواليك. وبعد الثورة قام الطيران الإسرائيلي بخصف مواقع عديدة للنظام السوري قرب دمشق وفي القنيطرة وفي محافظات أخرى منها حمص ومطار الشعيرات، وقبلها مقر الكبر، محل ما يسمى المجمع الكيماوي الذي كان قيد الإنشاء من أجل مفاعل نووي كان يستخدم بداية قبل الثورة من قبل الكوريين بإشادته في محافظة دير الزور. تم قصف هذا الموقع، وأن كل المتابعين يقولون أن إسرائيل تقوم باستمرار بالعربدة في سماء الأجواء السورية وقصف مواقع للنظام ولحلفائه والإيرانيين والميليشيا المتمثلة بحزب الله. هذا الموضوع لن يكون الأول ولن يكون الأخير. وهنالك اتفاقيات هدنة أصلا جرت في 1974 بعد حرب ما يسمى تشرين الكاذب التي صنعها حافظ أسد، واتفاقية الهدنة تقول أن القوات السورية الحقيقية المقاتلة يجب أن تبعد عن الحدود ما يقارب 40 كيلومتر، والإسرائيليون يعتقدون أن هذه الدشمة التي شكلها نظام الأسد أو جيش الأسد
متواجد في تلك المنطقة هي عبارة عن دشمي متقدمي، وهذه مخالفة صريحة لاتفاقيات الهدنة الموقعة بين تل أبيب وبين نظام الأسد. الحديث عن الشأن السياسي يقودنا للحديث عن أو التساؤل عن انعكاسات إعادة انتخاب الأسد كرئيس لسوريا، لا سيما وأن النظام وبهذه العملية التي أثارت سخرية واسعة داخل سوريا وخارجها انتهك قرارات تشكيل هيئة حكم انتقالية ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. ستنا الكريمة، أولا أود أن أنوه لنقطة أساسية. في عام 2013 على ما أذكر إذا ما لم تخبني الذاكرة، صدر قرار عن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبرت نظام بشار الأسد نظام فاقد للشرعية، وهذا موثق في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا القرار ساري المفعول. الانتخابات أو بالأحرى المسرحية التي اختلقها نظام بشار الأسد هي عبارة عن كذبة كبرى، وهذا الموضوع معروف لكل السوريين إن كان في الداخل أو الخارج أو حتى للمجتمع الدولي برمته والنظام الدولي أيضا. إضافة إلى أن هذا الموضوع لا يقدم ولا يؤخر، نحن نعرف كسوريين ومن خلال الممارسة الحقيقية أن القانون هو قانون بشار الأسد، يستطيع أن يغير أي قانون خلال أقل من ساعات، ويستطيع أن يغير الدستور ويعدله خلال أقل من 13 دقيقة من خلال مجلس الأصنام الناطقة الذي يعرف في سوريا باسم مجلس الشعب. ولن تكون هذه المسرحية بعيدة عن المسرحيات الهزلية التي أتقنها نظام بشار الأسد. شكرا جزيلا لكم المحلل العسكري لواء محمود علي، حدثنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.